بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم من جديد، ونواصل في شرح الشابتر 4 من مقرر التحكم الآلي The Classical 3 Term Controller من مقرر التحكم الآلي. محدثكم دكتور منجي محمد زيدي. هنا سنتكلم على الـ Integral Controller أو الـ Integral Action، Integral of the Error with a Constant Gain. يعني عندي محكم أو عندي Regulator من نوع الـ Integral، يعني Ki over S، My Output، My Input. The input of the controller is the error and the output of the controller is the input of the system of the plant. So increase the system type by 1. Eliminate the steady state error for unit step input and amplify overshoot and oscillations. هنا الـ E of S، هذا الـ E of S هي قيمة الكنترولر Ki over S مضروبة في الـ مضروبة في الـ في اليو اوف سوري في اليو اوف يو اوف اس يو اوف اس ذا اوت بوت ايكوال تو ذا انبوت اي اوف اس مضروب في الكي اي اوفر اس، وبالتالي ان ذا تايم دومين ان ذا تايم دومين يو اوف تي ايكوال تو كي اي وواحد على اس هي التكامل، يعني تكامل الايرور. اف وي ميك سام بلوت اند فارينج كي اي ذا فاليو اوف ذا انتجرال اكشن، I will take Ki equal to 0, Ki equal to 0.5, Ki equal to 1, and Ki equal to 2. Do not upgrade steady state response. يعني هنا steady state response أو القيمة النهائية of my response تقريبا يعني تأخذ نفس ال values. يعني تغيير ال Ki ليس له تأثير على steady state response. Increase slightly settling time. يعني إذا كبرنا في الكي آي من 0 إلى 0.5 إلى 1 إلى 2، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه الأوفرشوت كل مرة يزيد كل ما زاد الكي آي، ونلاحظ أنه السيتلينج تايم سيكون يعني أكثر قيمة من القيمة التي تسبقها. يعني إيش؟ يعني مثلا في الحالة الأولى كي آي إيكوال تو 0 السيتلينج تايم سيكون تقريبا يعني هنا. في الحالة الأخيرة مثلا كي اي ايكوال تو 2، في الحالة ايكوال تو 2 السيتلينج تايم سيكون يعني أكبر بكثير، وبالتالي يعني الزيادة من قيمة الكي اي تزيد في قيمة السيتلينج تايم. Increase oscillations and overshoot. بطبيعة الحال كل ما زاد قيمة الكي اي زي ما هو موجود في الرسمة، كل ما زدنا في قيمة الكي اي من 0 إلى 0.5 إلى 1 إلى 2 تصبح الاوسيليشنز يعني التموجات اكثر من الحاله التي تسبق، ويصبح الاوفرشوت في كل مره يعني تصبح قيمته اكثر من القيمه التي تسبقها. هذا هو بالنسبه للبي اي كنترولر وتاثير الاكشن ان الاكشن الاكشن يعني الانتجرال اكشن على الديناميك اوف ذا جيفن سيستم. ثانك يو.